ظفر يلعب التمريره داخل منطقه الجزاء هوبا 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 هدف اول للمريخ والعقرب يعاود اللدغ مجددا بكري يفكر بالتسجيل وقلنا يا جماعه قلنا هو اكثر من يهيج الجماهير وها هي الجماهير على نظام المدينه تهيج جماهير المريخ بهدف اول لابن المدينه هنا يهيج مدرمان بهدف اول وغلطه الشاطر في كره القدم بهدف يا نعمان وحاول كانت فيها التقدم شوف بكري حاول التقدم لعب العرضيه كان يبحث عن ظفر ولكن وين على ضرب طرف الظفر بظرف الظفر المدافع نعمان دخل في مرماه واتى باولى الاهداف وقام بما يقوم به الظفر شوف الكره الماضيه عرضيه كانت ملعوبه كانت باحثه عن ظفر وعن بكري بل البحث عن يا سلام على التحرك وعلى التمرير وعلى المراوغه وعلى الثنائيه من المدينه يلتقي العقرب وعلى السيمفونيه المريخابيه والثنائيه الثنائيه والعقرب يلدغ ويعود للعقاب مجددا يعود ليعاقب مجددا العقرب ويعانق الشباك ويعلن عن الثنائيه المريخيه بعد معزوفه ما اجملها ما اروعها من جانب المريخ هدف من اجمل ما يكون معزوفه تضرب الاعين الحاضره تضرب بل تضرب جماهير المريخ وهي تضرب اسماعها هدف ما اجمله هدف ما اروعه جماعيه الاداء كانت في الهدف وافرحوا يا جماهير المريخ افرحوا يا جماهير المريخ عاد العقرب مجددا وقلنا يا جماعه دائما ذروه وراقبوه دائما ما يعاقب ولكن شوف التمرير وشوف التحرك من غير كرة كان بصورة ممتازة المرور ياتي امامنا تمرير العقرب قال له وين جيبه وريحنا وفي سقف المرمى